كشف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري عن نتائج عمليات تطهير جبال مكحول والخانوكة في يومها الثالث، وقال الشمري إنه في اليوم الثالث للعملية الواسعة التي تهدف إلى تطهير سلسلة جبال مكحول والخانوكة حددنا المناطق الحاكمة التي يجب أن تبقى بها المراقبة مستمرة وأن تكون فيها المراصد مستمرة أيضا، وأوضح أن نتائج العمليات كانت ناجحة واستهدفت مضافات لداعش الإرهابي والبنى التحتية له. أنطت نتائج كبيرة من خلال عمليات التفتيش والبحث اللي نفذها القطعات المشاركة من قطعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي. المحاور تسير وفق المناطق أو الخطة اللي تم إعدادها. الحمد لله يعني نتائج جيدة، تم ضبط مضافات كثيرة، تم قتل مجموعة من الإرهابيين بضربات لطائرات القوة الجوية. هنالك سيطرة لهذه المناطق، مناطق مثل ما نشوف مناطق حاكمة، والسيطرة على المناطق الشرقية للطريق صلاح الدين نينوى وما بعدها، وأيضا المناطق الشرقية اللي هي شرق نهر دجلة باتجاه محافظة كركوك. أهم عملية هذه راح تكون مو بعملية مسك تقليدي، راح تكون بطريقة فنية وكاميرات وفرتها وزارة الدفاع إلى القطاعات. تم العثور على مضافات وأنفاق وعبوات ناسفة والغام، وكذلك العثور على اسلحه واعتده مختلفه. وتاكد انه منطقه جبال مكحول هي منطقه تواجد للعدو ومنطقه ممر رئيسي تم رصد حركه العدو، والان الشرطه الاتحاديه والرد السريع الان لدينا اماكن ثلاثه انفاق تم تطويقها بالكامل. التعاون مستمر مع الجيش العراقي البطل، وتعرف هي كل العمليات الان تقاد من قبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وكذلك التواجد الكبير للجيش العراقي والحشد الشعبي ووزارة الداخلية المتمثلة بالشرطة الاتحادية والرد السريع. تقوم قيادة عمليات صلاح الدين والقطاعات الملحقة بها من خلال لواء 91 وأفواج المغاوير لقيادة العمليات بتطهير القاطع المسؤولية لجبل الخانوقة، وكذلك قيادة الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي اللي حاليا احنا ضمن قاطعهم لتطهير جبال مكحول من العبوات الناسفة ومضافات العدو. هذه المنطقة إن شاء الله أصبحت آمنة، وستقوم قيادتنا بنصب كاميرات حرارية والسيطرة على هذه المناطق من خلال انفتاح قطاعاتنا الجديدة.